نعم، قال حتى يزداد به ذلا إلى ذل، ذلا إلى ذل، وعبودية إلى عبودية، وحتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة. مجنون، ألا مثل مجنون ليلى، مثل مجنون ليلى صار جن، سموه المجنون قيس ابن الملوح. وأعذب الشعر أكذبهم، اسمعوا وين وين وصل شو زي. يقول فلو حضرتني حين تأتي منيتي، قال إذا جاءت ليلى هو عم يموت جلى سكرات الموت عني ابتسامها. نعم، قال وقد خلق ليكون مطاعا، حتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة. الآن كثير من الناس يستسخرون العقل لخدمة إيه؟ الشهوات، والعياذ بالله. واحد كان يحضر معنا هنا المسجد، هو قال لي لا تقل من، هو قال لي يبيع الألبسة، الله يعينه يتعاملوا مع النسوان، هو قال لي جاءت امرأة جعل ينظر إليها وافتتن فيها وعندها زوج، قال له يا رب أمت زوجها حتى أتزوجها، ومات زوجها وراح، نسأل الله السلامة. قال يا رب صار يدعو على زوجها أن يموت. غيره هدد زوجها بتطليقها، هذا مطر شو اسمه عديله، هذا تزوج امرأة، نعم هذا الاختلاط هيك بيساوي، نعم تزوج امرأة ثم رأى أختها المتزوجة أجمل منها فافتدي بها، أختها زوجها اسمه مطر، فأنشد قائلا سلام الله يا مطر عليها، هذا مثل سلام الطليان قاعد ألمانيا وإيطاليا، إنه بيسلم على مرته هو ما بيعرفه، بيسلم قال سلام الله يا مطر عليها، مو عليك لأنه صحبة وياها، وليس عليك يا مطر السلام، فلا غفر الإله لمنكحيها، قال له الله لا يغفر لأن يزوجوك ذنوبهم وإن صلوا وصاموا. بعدين بدأ التهديد، قال له فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. رأيت إيش تصنع الشهوة؟ لكن هذا عمنا أبو ماجد الله يرضى عنه، الله أكبر، رجل شهم هذا، الله أكبر الله أكبر، تربيته سيدي الشعب كريم الرفاعي، الله أكبر، كان رجلا من الرجال خدوما، كان رجل أمن وكان خدوما رجل، والله كان في 70 من عمره يا حبال عتنا، والله إذا صاح صيحة بابن 20 سنة يرجف من صوته. له صديق مات وترك امرأة حسناء شابة، وبدأ الناس يطمعون بها، بدأ الناس يطمعون بها، فقال لمن حوله شو سيدي إنه هي زوجتي، هو ما عمل عقد عليها، عمل حيلة إنها امرأته صيانة لها من أجل أن لا يعتدي عليها أحد، وهي ما زوجته، عمل صنع حيلة شرعية إنه هي زوجتي، صار الناس يرجفون لك فلان تزوج فلانة، وين والله بيطلع بخوانيه، والله رجل كان عمل هذه الحيلة صيانة لهذه المرأة، أبدا أعلن أنها امرأته، هي ليست امرأته، صنع حيلة، وهذا جائز، حيلة شرعية توصل للخير صيانة لهذه المرأة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى يا أكرم الأكرمين يا الله. نعم، قال وقد خلق ليكون مطاعا لا ليكون خادما للشهوة. يا لطيف، ما أذل الإنسان الذي يعيش من أجل أن يخدم شهوته، ذليل ذليل. قالك تأتي أسئلة إلى الشيوخ مقرفة، ما يصنعه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والعياذ بالله. والله كان شيخنا الشيخ أبو سليمان الزبيبي يحضر دروسا رحمه الله عند الشيخ أبو اليسر عابدين، فكان يذكر لهم سيدي أبو اليسر عابدين مفتي الجمهورية، يذكر لهم ما تأتيه من الأسئلة،
فتأتي أسئلة في مثل هذا، هؤلاء الذين يعبدون شهوتهم. شيخ أبو اليسر يقول لعنة الله على هذه القرافة، لعنة الله على هذه القرافة. رجل يصنع هذا أشياء مقرفة، حمار ما يصنع هذا بحمارته. هذا الإذلال. إذا إنسان تتبع شهوته وسخر العقل لخدمة شهوته يعيش ذليلا. وقد خلق العقل ليكون مطاعا، لا ليكون خادما للشهوة ومحتالا لأجلها. ثم قال وما العشق إلا منبع إفراط الشهوة، منبع إفراط الشهوة، وهو مرض قلب فارغ لا هم له. وإنما يجب الاحتراز من أوائله. ها اسمع اسمع، هذه رحمة الشريعة المطهرة بنا. أعداء الإسلام مكابرون يقولون في الماء ولا تبتل وفي النار ولا تحترق. إسلامنا رحمة. وإنما يجب الاحتراز من أوائله بإيه؟ بترك معاودة النظر. وتحط البنت وتعلمها تقول لك ما فهمتوا فهمتوا ما فهمتوا. وين هذا صاحبك ما حبذكر اسمه بالمخيم، طالب كان عندنا معهد فتح الإسلام، عمل يدير بالكم فتنة النسوان. اي نعم. وربما تأتيك قلت لك أنا ما فهمت كذا، قال لي والله، قال لي والله أنا أجدب أبدأ عم يدرس في المسجد. شاب قالت له ما فهمت الجواب، رد عدل الجواب. قالت له بدي مشافهة بعد ما أطلع من الجامعة، موقف أنا وياك بتشرح لي. هو أجدب، قال لي والله ما عرفان أنها تريد شرا. قال لي أنا مفكر أنه فعلا ما عم تفهم، لكن إيه افتتنت به وأرادت أن تسوقه إلى الحرام والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا. فوين لا هذا أساتذة شو سيدي، بنت شابة بكالوريا بيقعدوا وياها في البيت بيتركوه غرفة واحدة، ربما في البيت ما في أحد أبدا. أنا أستاذ يذكر لي هذا والعياذ بالله. هي مرة دخل بنت وجهها ما رأى الشمس، اللي قاعدة هي واثنين مع اثنين كل واحد مثل المارد طوال سود. قلت له من هؤلاء؟ الخدم يخرب بيته. خدم سمعت السماعة بعيد، خدم خدم هون الآن في أرقى البيوت في مدينة دمشق، رجلين شابين أبدا. قال لي والله كل واحد طول المارد خدم، ولا أبوها ولا أمها ما في البيت إلا هي وهذا. أسأل الله السلامة، أسأل الله هذا البعد عن الدين. قال وإنما يجب الاحتراز من أوائله. الله أكبر، إسلامنا كله رحمة. بترك معاودة النظر والفكر، خلاص قل للمؤمنين غضوا من أبصار. الله رحمة. أما غير الإسلام إلك لا حط النسوان مع الشباب وكذا، بس يعني أنت الزينة لا تساوي، هذا شيء صعب جدا. أما إسلام من بداية الأمر غض البصر سهل، أيسر من أن تثور الشهوة ثم قل له إياك أن تصنع كذا. لا، إذا الشهوة ثارت طار العقل. أما عند النظر عقلك معك تغضه، قل من غضوا من أبصاري ويحفظوا فروجهم. نعم. وإلا فإذا استحكم دفع عسر دفعه. سمعان شيطان ما مات، تقول لي والله أنا متزوج، أنا متزوج، أنا متزوج، ليك هاي جاي تدرس شو بدك تحكي؟ شواهد الله عم يسوقها قدام، والله كأن أصحابها أمامي. مو جبت لك هذاك عم يدرس الرياضيات ولا فيزياء وكيمياء، جاي تعلم لأولاده قرآن، اختلط معها. هو صاحب القصة، لا تقول لي من هو، اسمه كنيته لقبه بلده كل الآن أمامي. فتنة فتنة، نسأل الله تعالى السلامة. وين الآن في الجامعات عم بصير آفات وآفات، المدارس والعياذ بالله بسن ابنته يعمل ما عم يرضى ينجحها وتجي عنده ويجيب له هدية و وين هذا عم حدثني عم يعمل دراسات عليا، واحد يحضر دراسات عليا دكتور
عنده طالب بدراسات العليا راود الدكتور الطالب عن نفسه، افتضح في الجامعة وطردوه. يا لطيف، هذا من أتباع الشذوذ. الله يسترنا بستره، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت ستري ما ترضى يا كريم.